وتنضم إلينا من رام الله تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة السياسية. سيدة تمارا، يعني نبدأ من الضغوط التي رصدتها الدوائر السياسية والتي قد تشكل بالفعل ضغوط لتغيير السياسة الأمريكية، الضغوط التي تمارس على بايدن، منها الاحتجاجات في الشارع، ضغوط الحلفاء، سلوك إسرائيل العدواني، والتراجع أيضا في استطلاعات الرأي. أي هذه العوامل يمكن بالفعل أن تحدث تغييرا في سياسة بايدن؟ بداية، أسعد الله صباحكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. أعتقد جميع العوامل التي تم ذكرها بالفعل هي تعمل عملية على التغير الجذري فيما يتعلق ما يحدث الآن في إدارة الحرب على قطاع غزة، وبالتحديد الضغوطات الأمريكية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية بين مختلف طرق، إما أن يكون هذه الدولة التي كانت تدعم الواقع الديمقراطي والإنسانية بأن يكون هذا ضمن واقع الجدية وواقع العدالة، إما أن يكون هذا الأمر بالفعل هو فقط ضمن سياق الخطابات والأقاويل دون أن يكون هناك أفعال. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد سياسة إدارة البيت الأبيض المتمثلة ببايدن سوف يتم معاقبته بشكل عام من قبل الشارع الأمريكي. بالتحديد الآن هناك معركة انتخابية مفصلية بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن واضح تماما أن استطلاعات الرأي هي كلها وجلها نحو الواقع الجمهوري وبالتحديد دونالد ترامب، رغم أن دونالد ترامب في سياق القضية الفلسطينية لم يقدم أي نوع من الإيجابيات، لكن نتيجة فشل إدارة بايدن فيما يتعلق إدارة الصراع وإدارة الحرب وأيضا مساعدته الكاملة والشاملة لإسرائيل، وهذا إشارة إلى استمرارية العدوان على المدنيين الفلسطينيين واستمرار واقع الإبادة الدماغية على المدنيين الفلسطينيين. لكن بايدن يحاول قدر الإمكان تغيير هذه السياسة النمطية فيما تعامله مع إسرائيل. هناك أكثر من نقطة، زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين هي نقطة مفصلية فيما يتعلق إعادة التغير الجذري أو إعادة واقع المنظور الشارع الأمريكي بالنسبة لبايدن. هذه النقطة يريد بايدن أن يتم تغييرها بالنسبة للرؤية أو الصورة الذهنية للشارع الأمريكي أو المواطنين الأمريكان، وهو يريد أن يحقق إنجاز معين ونقطة إيجابية قبل صدور هذه الانتخابات أو قبل وقوع هذه الانتخابات في نوفمبر الحالي، وهي عملية أن يكون هناك تطبيع السعودية الإسرائيلية. لكن السعودية هي دائما تشير إلى تشكيل دولة فلسطينية وأيضا إعطائها نوعا ما من البرنامج النووي الذي له علاقة بالبعد المدني، وأيضا إعطائها جزءا ما من الواقع التسليح للمملكة العربية السعودية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت الآن تحلحل هذه المواضيع، هي معنية تماما بأن يكون هناك نقطة إيجابية بالنسبة لإدارة بايدن حتى يتم يعني عملية سد الفجوة بين النقاط الانتخابية، كون أن أصبح هناك فجوة النقاط الانتخابية الآن بالنسبة لترامب هي أكثر من واقع بايدن. بايدن يريد أن يسد هذه الفجوة، أول من خلال واقع ترسيخ التطبيع السعودي الإسرائيلي قبل الانتخابات. النقطة الأخرى وهي تقليص أو تخفيف وطأة الحرب على قطاع غزة، وبالتحديد من خلال سياق واقع المدنيين، إدخال المساعدات، و ايضا ان يكون هناك هدنه انسانيه، وان كانت هذه الهدنه الانسانيه فتره طويله الامد. لكن المشكله الاساسيه الان بالنسبه لبايدن هي نتنياهو. اذا تحدثنا بكل واقعيه، ان المشكله الاساسيه الان في عمليه سد الفجوه بين الاصوات الانتخابيه بين الجمهوريون والديمقراطيين هو بسبب السياسه الاسرائيليه الامنيه السياسيه التي يتعامل بها نتنياهو مع ادارته للحرب. حتى على مستوى نتنياهو يوم امس اشار نحن سوف نرفض اي تشكيل دوله فلسطينيه سياديه على ارض يعني الى جانب دوله اسرائيل. هذا اشاره انه يعني يفشل مواضيع التي يشير اليها سياسه بايدن او الخطه الاسرائيليه او الخطه الامريكيه التي يريد ان يحرزها وهي اداره بايدن، وهي فيما يتمثل الاتفاق الاقليمي او اتفاق السلام الاقليمي الشامل، من بينها حل مشكله ومعضله القضيه الفلسطينيه، وان كان هذا الحل عباره عن شكليه أمام العالم، لكن يريد أن يحلها، بمعنى أن يحول كلمة سلطة يريد أن يحولها إلى كلمة دولة، حتى لو كانت هذه الدولة منزوعة السلاح، هي غير قائمة السيادة، لا توجد استقلالية بشكل تام، وأيضا إعادة الترتيبات الأمنية بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بالإضافة أنه يريد أن يحافظ على أمن إسرائيل ويريد أن يعطيها الحدود الجغرافية بسياق أن يتم عملية أن دولة إسرائيل أن تكون محمية من كل التهديدات الأمن القومي التهديد في كل منطقة الشرق الأوسط. هذا ما يفكر به بايدن، لكن نتنياهو غير معني تماما
بعملية أن يكون هناك تقليص هذه الجبهات. على ما يبدو نتنياهو مستمر هذه اللحظة بسياسته الحرب على قطاع غزة، وهو أيضا يفشي الواقع الصفقات، رغم أن هذه الصفقة كان يريدها من أجل إخراج المحتجزين الإسرائيليين الذين بحوزة المقاومة الفلسطينية، لكن هو غير معني بإعطاء نتائج إيجابية للمقاومة الفلسطينية، وغير معني أيضا بعملية صفقة كما يريدها الضغوطات الأمريكية، كما يريدها الوسطاء الإقليميين، كما يريدها. على ما يبدو أن هذه الصفقة هي عبارة عن 3 مراحل. من يشير وأن يقرأ هذه المراحل، كل مرحلة هي عبارة عن لغم بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي صحيح أنها تحاول قدر الإمكان أن تخفف الوطأة على المدنيين الفلسطينيين، لكن إذا تحدثنا بكل واقعية، عملية القبول بهذه الصفقات إذا لم تكن هناك ضمانات حقيقية، دون أن يكون هناك بالفعل أن إسرائيل توقف إطلاق النار بنهاية هذه المراحل، وإن كان هناك تدرجية، ولكن أعتقد أن هذه الصفقة لها علاقة بشيء واحد، إخراج المخ